ماذا تعرف عن الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015؟ توصلت القوى الدولية وإيران إلى اتفاق في المحادثات الجارية في فيينا بشأن البرنامج النووي الإيراني، يشمل تقليص النشاطات النووية الإيرانية مقابل رفع العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة عليها، وقد أعلن رسميا عن الاتفاق. قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما آنذاك أن الاتفاق يقطع أي طريق أمام إيران للحصول على أسلحة نووية، ووصف نظيره الرئيس الإيراني حسن روحاني الاتفاق بأنه يفتح فصلا جديدا في علاقات إيران مع العالم. يتوج هذا الاتفاق يتوج مفاوضات وصفت بالماراثونية بين القوى الدولية مجموعة البي 5+1 مع إيران بدأت منذ سنة 2006، وتضم مجموعة الدول الست الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن: الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا والصين، إلى جانب ألمانيا. يواجه الاتفاق معارضة قوية من المحافظين في كل من إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ويتوقع أن تتجسد هذه المعارضة في مناقشة الكونغرس الأمريكي، حيث أمامه 60 يوما للنظر في الاتفاق وتقييمه. وقد استبق الرئيس الأمريكي هذه المعارضة محذرا الكونغرس من أنه سيستخدم حق النقض الفيتو ضد أي تشريع يحاول عرقلة الاتفاق. وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي النائب الجمهوري جون بينر إن الصفقة لن تؤدي إلى شيء سوى أن تشجع إيران، وأضاف إن الصفقة قد تصعد سباق التسلح النووي في العالم بدلا من وقف انتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. وفي إسرائيل، أبدت الحكومة الإسرائيلية قلقها من الاتفاق، ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أول رد فعل له على أنباء الاتفاق إنه خطأ تاريخي سيعطي لإيران مئات المليارات من الدولارات يمكنها عبرها أن تغذي ماكينة إرهابها وتوسعها وعدوانها في عموم الشرق الأوسط والعالم. وأضاف نتنياهو أنه لا يعد إسرائيل ملزمة بهذه الاتفاقية وسندافع أبدا عن أنفسنا. وقد وصف كل من الرئيس الإيراني روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف الخلاف بشأن البرنامج النووي الإيراني بأنه كان أزمة غير ضرورية. وقال ظريف إن الصفقة ليست مثالية للجميع، لكنها كانت أفضل إنجاز يمكن التوصل له. وشدد أوباما الذي يحاول إقناع المتشككين في الكونغرس الأمريكي بفوائد الاتفاق على أنه سيلزم إيران برفع ثلثي أجهزة الطرد المركزي التي نصبت في إيران وخزنها تحت إشراف دولي، التخلص من 98% من اليورانيوم المخصب لديها، قبول عودة العقوبات سريعا إذا حدث أي خرق للاتفاق، إعطاء وكالة الطاقة الذرية الدولية مدخلا بشكل دائم لتفتيش المواقع أينما وحيثما كان ذلك ضروريا. وفي تطور منفصل، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها وقعت مع إيران خارطة طريق لحل القضايا العالقة. وقال رئيس الوكالة الدولية يوكيا أمانو للصحفيين في فيينا إن وكالته وقعت مع إيران على خارطة طريق لتوضيح القضايا العالقة في الماضي والحاضر فيما يخص البرنامج النووي الإيراني. ووصف أمان الاتفاق بأنه خطوة مهمة إلى الأمام، مشيرا إلى أنه سيسمح للوكالة للقيام بعملية تقييم للقضايا التي تتعلق بوجود أي أبعاد عسكرية محتملة في البرنامج النووي الإيراني بحلول نهاية سنة 2015. وأفادت التقارير أن الاتفاق يعطي لمفتشي الأمم المتحدة مدخلا واسعا، ولكن ليس بشكل تلقائي، لتفتيش المواقع في إيران. وعلى الرغم من أن النص الكامل للاتفاق لم يعلن بعد، إلا أن بعض التقارير تنقل معلومات رشحت عن أبرز بنوده ما يلي: يسمح الاتفاق لمفتشي الأمم المتحدة بمراقبة وتفتيش المواقع العسكرية الإيرانية، ولكن يمكن لإيران تحدي طلبات دخولهم. تعاد العقوبات خلال فترة 65 يوما عند حدوث أي خرق للاتفاق. استمرار الحظر على توريد الأسلحة لإيران لمدة 5 سنوات. استمرار الحظر على الصواريخ لمدة 8 سنوات بعد الاتفاق.
يسمح الاتفاق لإيران بمواصلة عمليات التخصيب بكميات محدودة لا تسمح بتراكم اليورانيوم المخصب لديها، وكذلك باستخدام أجهزة الطرد المركزي لأغراض البحث والتنمية.